الخبير في الشأن الإسرائيلي سيد أمير مخول. سيد أمير، أهلا بك معنا. حماس كما ذكرت قالت بأنها أبدت هذه المرونة الكافية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. التصريحات الأمريكية تحمل حركة حماس نوعا ما المسؤولية عن موضوع هذه الصفقة، وأنها يجب القبول بهذه الشروط، وكما قالت بأن هناك عرض موجود على الطاولة. كيف ينظر إسرائيليا إلى موضوع التصريحات الأمريكية بشأن الوصول إلى صفقة، وأيضا التصريحات من قبل حماس بأنها أبدت هذه المرونة الكافية ولا يوجد أي تقدم بموضوع المفاوضات حتى الآن؟ يعني المفارقات انه التقديرات الامريكيه او التصريحات الامريكيه تدلل كما تفضلتم باتجاه القاء الكره في ملعب حماس، بينما التحليلات الاسرائيليه الوازنه وكثير منها اليوم ظهر في عده صحف ومواقع تؤكد ان المشكله هي في حتى ليست في كابينت الحرب وانما في نتنياهو نفسه المتردد والمتراجع والذي يضع الأسافين أمام التقدم باتجاه الصفقة حتى بخلاف قرارات الكابينت الحرب، وبالذات يشير إلى أنه الموضوع الآن بدأت وضع إسرائيل أو ما أنجزه الجيش في غزة وفقا للتقديرات الإسرائيلية من تحطيم قدرات حماس وفقا نفس المصادر بدأ يتآكل، وعمليا باتت إسرائيل تدور حول نفسها في غزة بدون أي أفق. في المقابل هناك اتهام واضح لنتنياهو بأنه يعوق، يعني حين كان هناك قبل 10 أيام يأكدون كانت إمكانية لعقد صفقة، لكن نتنياهو طرح موضوع إبعاد الأسرى الفلسطينيين المحررين خارج الوطن واشترط موضوع الأسماء مسبقا، وهي أمور لم تكن مطروحة في الكابينيت ولم تكن مطروحة لا في باريس ولا في القاهرة ولا في الدوحة. لذلك لكن سيد أمير، أليس تحميل حركة حماس مسؤولية موضوع الصفقة وأنها وأن الكرة في ملعبها الآن يعني يحمل معهم من المؤشرات الكثير، لكن أليس هذا تماهي نوعا ما مع المواقف الإسرائيلية وأيضا هذا التعنت من قبل نتنياهو؟ يعني إسرائيل بنت رواية في الأيام الأخيرة وبالذات من مكتب رئيس الحكومة أن حماس غير معنية وأن حماس معنية في إشعال المنطقة وأنها تريد أن تربط موضوع الصفقة بإشعال الأوضاع في القدس وفي شهر رمضان المبارك، ولذلك فهي معنية في هذا الإشعال خاصة إشعال جبهة الضفة وتحويلها إلى يعني حالة متوترة جدا أو صدامية، وهذا ما يقوله مكتب نتنياهو، وأصبح عمليا إلى حد كبير الموقف الرسمي الإسرائيلي، وهذا عمليا يؤكد أنه في هناك نوايا إسرائيلية في عدم الوصول إلى الصفقة. في كل مرة كان هناك اقتراب من الصفقة أو احتمالية عقدها كان هناك تراجع إسرائيلي، كان حرج بالذات لحكومة نتنياهو لأن الصفقة عمليا قد تنهي الحرب، وما نسمعه من أصوات أمريكية هي متناقضة الأصوات الأمريكية وممن تصدر وعمن تصدر، لكن وهي هناك بدأ الحديث عن يعني إسرائيل تتخوف اليوم أن الولايات المتحدة تقبل في مرحلة قريبة بوقف إطلاق النار لفترة معينة أو ودة من أجل المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن، وهذا يقلق نتنياهو كثيرا وحكومته، وهذا عمليا بات نوع من الصراع. لا يوجد لدى نتنياهو اليوم موقف واضح تجاه هذه الصفقة، يعني حسب القناة 12 الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تطبيق هدنة إنسانية كما قالت قصيرة قبل تنفيذ صفقة الرهائن، لكن كيف إسرائيليا ينظر؟ هل فعلا ينظر إلى أن هناك خلاف نوعا ما، تغير في هذه اللهجة الأمريكية، استخدام عبارات جديدة لم نسمعها سابقا؟ هل ينظر أيضا إسرائيليا بأن هناك حديث يدور بين الساسة بالنظر إلى موضوع العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل بأنها باتت مختلفة أو ممكن أن تؤثر على هذه العلاقة بما يجري من تباين ويبدو خلافات بين الإدارة الأمريكية وتحديدا بين نتنياهو وحكومته؟
يعني هذه أمور بدأت تتصدر جدول الأعمال الإعلامي والرأي العام في إسرائيل، وهناك توتر كبير جدا في اتجاه الخارج من هذه الحكومة، وأيضا توتر كبير جدا داخل الحكومة، وبالذات في موضوع قانون التجنيد الذي كان الحديث عنه سابقا. لكن الآن الأمور بدأت واضحة أنه لا توجد لدى حكومة إسرائيل من مفر، لا تستطيع أن تتقدم باتجاه الصفقة بسبب الصراعات الداخلية داخلها، ولا تستطيع أن تنفك منها، ولا تستطيع، وهي تريد كما يبدو تفضل الآن باتت التبادل وليس الصفقة وليس الهدنة. لذلك هذه الأولوية الإسرائيلية، لكن لا مجال للتراجع لأنه الخناق على حكومة نتنياهو يزداد، وأيضا الولايات المتحدة بدأت تفقد يعني من أرصدتها الاستراتيجية في المنطقة، وخوفها على العلاقة بالذات على الوضع في الأردن، الوضع في مصر، الوضع في الخليج، وكلها عمليا إسرائيل تضحي بها أو تضعها في مخاطر معينة كبيرة، وهذا يقلق الولايات المتحدة كثيرا، إضافة إلى أن الولايات المتحدة دخلت معركة الانتخابات إلى مرحلة جديدة بعد الأمس في البرايمريز، وعمليا السياسة الداخلية الأمريكية قد تستحوذ على الأمر. هذا قد يراه نتنياهو أنه فرصة له كي يناور أيضا مقابل الإدارة الأمريكية، مقابل إدارة بايدن، في أنه منسوب الضغط قد يتراجع في هذه المرحلة، خاصة أن سنة انتخابات وهناك إمكانية أن يكسب أكثر ما يمكن الوقت كي يتجاوز هذه الإدارة. شكرا جزيلا لك من نابلس، الخبير في الشأن الإسرائيلي السيد أمير مخول، شكرا.